يا مدام انت عطول بتصدقي عيلتك، لهيك رح اسكت، خلي ابنك هو اللي جاوب. اوعك تدخلي ابني بشي، مفهوم؟ وبعد 30 ثانية بس ملكة الدراما امروتا رح تنطرد من هون وما عاد ترجع على هالبيت. انتي الوحيدة اللي عم تحاول تدمر السلام يلي عايشة فيه عيلتي، الحق عليكي امي. بس استنى، انا عم بحكي معها هلا، انا عم استجوبها، خليها هي تجاوب. قليلي شو صاير؟ تفضلي. يا مدام انا بكون موظفة بالبنك وانا ما اجيت لهون من حالي. أنا مديرة العلاقات المصرفية الخاصة فيه، هو اللي قال لي إجي لهون. شو؟ فيرات؟ اللي أنت وظفتها لهي؟ من إيمت؟ طيب ونحن ما طردنا هاي البنت من الشغل؟ معنى هالحكي إنك كذبت علينا كلنا. مو صح. إلنا شو عملت؟ شو كان عم بيصير من ورا ظهرنا؟ شو هي الحقيقة؟ ابني احكي الحقيقة لو سمحت. وليه لساتك ساكت؟ لك يا جماعة اهدوا شوي علي، اعطوني فرصة لحتى احكي. راجيف انت خليك برات الموضوع، انا بتعامل مع القصة ما بدي تتدخل، فهمت؟ شيكي خدها لأمروتا وروحوا من هون. تفضلي يلا. ما رح أكذب عليكم بأي شيء، أنا اللي جبت هاي البنت لهون وأنا اللي رجعتها على شغلها بدون ما أقول لأي حدا فيكم. تعرف إنه خاب ظني فيك وكتير؟ أمي تطردها وبتعمل هالشي فورا، هلأ بتعمل هيك؟ أتمنى ما أكون بينت قليلة أدب. كأني حكيت كتير قدام المدام، بس بلكي قلعوني مرة تانية. أنا لازم أرجع لعندها وأعتذر منها. إذا خسرت شغلي كيف؟ بدي أدفع الضرائب؟ أنا لازم أرجع لعندهم وأحاول أقنعهم. طيب سلام. سلام، انتبهي على حالك. مع السلامة. شكرا. سلام. لا أمروتا، أنت ما لازم تروحي لعند عائلة أهوجة، لأنه أنا هددت سيد أهوجة اللي شاهي في حاله. بس بتمنى أنه ما يكون أخذ تهديدي بشكل جدي. أنا ليش رحت على هداك البيت بالليل؟ ما كان لازم. أمي أنا جاية. لا أنا ما لازم أروح لهني، لأنه أنا هددته. إيه بس ما رح أقلعني من الشغل. شو بدي أعمل هلأ؟ شو صار مبارح؟ كأني شربت شي. أنا ما عم بقدر أتذكر أي شي. كيف بدي إلا لأمي وين كنت؟ أنا أكيد بتكون خايفة لأني ما عم رد عليها، ولسه في مصيبة جديدة. إذا بخسر شغلي أمي شو بدي أعمل؟ أمروتا كيفك؟ تياب سهر؟ مو وقتهم هلأ. شو بهمك؟ لا أنا ما بهمني شو بتعملي، ما بتفرق معي. إيه؟ بس مهم عند أبوكي مو؟ على فكرة لما كنتي تحت مشورة جاييش كانت أمورك كلها بخير صح؟ بس من يوم ما طلعتي من البيت وأنتي عم تعملي أخطاء نزلتي حالك كتير.
يعني كتير منيح بإنه أبوكي ما شافك هلأ بهالوضع. لو شافك كان رح يكون هلأ كتير معصب. وبالنسبة لأمك بلا كرامة، يعني بهفاني هي. بس ضليت ساكتة وما حكيت شي لما كنتي عم تحكي علي بالعطل وعم تشككي فيني، لأنه رأيك ما بيهمني أبدا. أنتي وهذا المجتمع ما بتهمني طريقة تفكيركم، ماشي، بس أمي هي كل شي بحياتي. أنا ما رح أقبل أسمع أي كلمة غلط بحقها، عم تفهمي؟ هالمرة حكيتي، بس تاني مرة إذا بتحاولي تحكي على أمي أي كلمة فوقتها أنتي رح تشوفي الجانب البشع مني. هي أمي عم تفهمي؟ وأنا بعرف كتير منيح كيف جاوبك على هذا الحكي وعلى كل شي عم تحكي ضده، عم تفهمي ولا لا؟ ديري بالك. أمي ممكن تشربي؟ أمي اشربي مي رجاءً. طيب إذا أنت ما رح تشربي مي أنا ما رح أحكي معك. أمي أنت ما بتعرفي إنه هي اتهمت راجيف بطلب مهر؟ بس أنت رجعت ووظفتها من أول وجديد. بس يا أمي كان ضروري إني ربيها، هي ورطتنا كتير صح؟ وأنا كان بدي عاقبها مشان هيك بس. وكرمال تعاقبها أنت وظفتها من جديد؟ ما بدي اسمع شي، انا بس بدي اياك تطردها، وعدا عن هيك انا رح خليها انها تتمنى الموت هي وعائلتها كلها كمان. شو رجعتي؟ أمي ليكي شو جبتلك؟ ماما جبتلك هذا الطوق حلو كتير، لقيته براس الشهرة، أكيد رح يعجبك كتير. لهيك رحتي لهنيك؟ مو مهم، شوفي هذا الطوق ما أحلى، هلأ رح لبسك ياه. خليني ساعدك أمي، يلا أكيد رح يعجبك. مانو مهم، اشربي مي. أمروتا ليش وشك أصفر هيك؟ أنتي منيحة؟ أه؟ وين كنتي؟ أختي وصلت مصاريف الجامعة. هارش شو يعني أنت ما فيك تسكت شوي؟ شو صار لك؟ مو شايف أنه أختك هلأ فاتت على البيت؟ هي تعبانة. أنا آسف. مو مشكلة،